بقيت بسوريا ما بعرف، بحبها بكل بساطة، ما بدي أتركها. أهلي هونيك، تراب جسمي هذا اللي أنا هلأ هو من هونيك، ما بعرف بحبها. عثمان موسى من الفنانين الذين اختاروا البقاء في سوريا. في لوحاته تتشابك تأثيرات الموت والدمار والعناصر المفخخة للحياة لنجد حال العنف في تفاصيل المشهدية اللونية والفكرية لأعماله الأخيرة المعروضة في بيروت. نحن عم نشوف خطر الإرهاب اليوم وعم نعيشه بسوريا كتير بكل لحظة من اللحظات. أنا عم حاول أني أشرح بس أنه هيك صار إرهاب، خلينا ما نكون هيك. إلى عثمان، نهاد الترك، عبد الكريم مجد البيك، قيس سلمان ومهند عرابي، فنانون تغذت لوحاتهم من الصراع الدائر في سوريا، فأعادوا صياغة الحرب وأدواتها وتأثيراتها في تجاربهم التشكيلية. وقد تكون تلاوين المشهدية الطفولية البريئة أبلغها عمقاً وبساطة في آن. بذكر كانوا الأولاد لما بالمناسبات وبالأعياد يجيبوا ألعاب، فيجيبوا ألعاب سلاح بلاستيك فرد أو شيء. للأسف هذا هلأ صار حقيقة، ما عادوا لعبة، في شيء انسرق من هاي المرحلة العمرية. الطفل اللي لازم يكون بالمدرسة للأسف هلأ برات مدرسته، الطفل اللي لازم يكون بين عيلته للأسف فقد كتير من أهله، هالطفل اللي ممكن لازم يكون عم يلعب بألعابه البريئة الطفولية صار عم يلعب بأشياء أخرى تانية. إنه